أهلا بكم من جديد. يباشر رئيس الحكومة المكلف في تونس يوسف الشاهد اليوم الجولة الثانية من مشاوراته مع الأطراف السياسية قصد تشكيل الحكومة التي يتوقع أن يتم الإعلان عنها بداية الأسبوع المقبل. وللمزيد من التحليل والتفصيل حول حصيلة المرحلة الأولى وملامح الجولة الثانية من المشاورات ينضم إلينا مباشرة من تونس العاصمة المحلل السياسي الأستاذ كمال بن يونس. أستاذ كمال أهلا بك. مرحبا، اهلا وسهلا وتحيه الى جمهور اذاعه الجزيره. اهلا بك سيدي. يبدا يوسف الشاهد رئيس الحكومه المكلف اليوم الجوله الثانيه من المشاورات لتشكيل الحكومه، اي حصيله للجوله الاولى؟ حسب المعطيات الاوليه فان حصيله الجوله الاولى كانت اساسا سياسيه ورسم ملامح عامه للحكومه الجديده بعد مرحلة المشاورات التي أشرف عليها رئيس الجمهورية في قصر قرطاج، والتي أسفرت على ما سمي بوثيقة قرطاج للحوار الوطني، وأعلنت عن مجموعة من الأولويات التي ستوجه الحكومة الجديدة، الأولويات الاقتصادية والتنموية والسياسية. وبعد اقتراحات قدمت حول تشكيل الحكومة، يبدو أن حصيلة الأسبوع الأول كانت التخلي عن فكرة الأقطاب الحكومية، يعني قطب اقتصادي، قطب اجتماعي، قطب تربوي، قطب سياسي. يقع التمسك بالنظام القديم، أي رئيس حكومة ومجموعة من الوزراء. في نفس الوقت مكنت هذه الجولة الأولى من توضيح التوجهات الكبرى للحكومة بعد أن كان الحلم هو تشكيل حكومة وحدة وطنية بتسعة أحزاب ومشاركة النقابات. النقابات أعلنت أنها لن تشارك رسميا في الحكومة وتفضل أن تبقى خارجها، أعني نقابات العمال ورجال الأعمال والفلاحين. كذلك بعض الأحزاب أعلنت أنها لن تشارك الحكومة رغم مشاركتها في الحوار السياسي. والآن التوجه هو إما أن تكون حكومة بأغلبية يقودها الحزب الحاكم أو حزب الفائز بالمرتبة الأولى في انتخابات 2014، حزب الباجي قائد السبسي، بمشاركة قوية لحركة النهضة. حركة النهضة رفعت سقف مطالبها وأعلن زعيمها راشد الغنوشي أن تونس يمكن أن تتبع النموذج الألماني، حيث يكون الحزب الأول يحصل على رئاسة الحكومة والحزب الثاني على خطة نائب رئيس حكومة أو الحقائب التي تليه. طيب ما هي سيدي؟ نود أن نتحدث عن العقبات. ما هي أبرز العقبات التي ما زالت تواجه الشاهد لتشكيل هذه الحكومة؟ طبعا الشاهد حسب المعطيات المتوفرة يريد أن يكون أغلب الوزراء من بين المستقلين، ولا يريد أن تكون الحكومة القادمة بالضرورة تعكس حجم التشكيلة البرلمانية الحالية، لأن حزب النهضة أصبح صاحب المرتبة الأولى فيها، وإذا حصل على مقاعد كثيرة فإن معارضيه داخل البرلمان وخارجه قد يعرقلون الحكومة وخاصة في النقابات. في نفس الوقت ولا يمكن أن يستغني عن دعم الحزبين الكبيرين حزب النداء وحزب النهضة حتى يضمن ما لا يقل عن 110 أصوات لتحظى حكومتها بالمصادقة. هناك بعض الأطراف التي تريد أن تعرقلها، هناك بعض الأطراف تريد أن يكون لحزب النداء ما لا يقل عن 10 حقائب وزارية، لكن النهضة في هذه الحالة تطالب بما لا يقل عن 6 حقائب. التوجه الآن هو محاولة طردية جزئية للأحزاب وأن تكون الأغلبية للمستقلين. طيب برأيك ما هي حظوظ نجاح الشاهد في مهمته بعد فشل عدة رؤساء حكومات في مساعيهم؟ الحقيقة أن يكون رئيس حكومة شاب هذه فرصة، لأن الشباب الذي انتفض على حكم بن علي في الأعوام الماضية يريد معالجة مشاكل الشباب أساسا، التشغيل والبطالة وفتح الأفاق الثقافية والمهنية والسياسية. فالانفتاح على الشباب قد يكون مهما، لكن تونس تواجه تحديات اقتصادية وتنموية بعضها مرتبط بحالة عدم الاستقرار الموجودة خاصة في ليبيا وفي بعض دول الجوار وكذلك في شركاء تونس الأوروبيين. التحديات الإقليمية، إذا كانت هناك دبلوماسية طوارئ وحكومة طوارئ اقتصادية يمكن أن يكسب الشاهد الرهان. طيب هل هناك سيناريوهات مطروحة الجولة الثانية من المشاورات؟ وحسب قراءات الدستورية المتوفرة فإن فشل حكومة الحبيب الشاهد في أو فشل يوسف الشاهد في تشكيل حكومته
وفي نيل ثقتها قد يطرح أزمة دستورية، لأنه هذه هي الفرصة الوحيدة في صورة استقالة رئيس الحكومة أو صاحب الثقة منها مثل ما وقع بالنسبة للحكومة تحديد السيد. بعض الأطراف يقولون يمكن اعتماد الفصل الخاص بالدستور الذي يطرح إمكانية تكليف شخصية ثانية بتشكيل الحكومة بعد شهر. نعم، المحلل السياسي الأستاذ كمال بن يونس كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات. فترتنا الإخبارية متواصلة، فتفضل بالبقاء معنا.